الا بغيتي تعرف كيفاش تحكم في الاضاءه ديال الصوره ديالك ما عليك غير تتبع معايا الفيديو حتى الاخر. معكم ايوب البركه، مرحبا بكم في هذا الفيديو. الا بغيتي تاخذ بحال هاد الصوره ولا بحال هاد الصوره خاصك ضروري تكون كتعرف كيفاش تحكم في الاضاءه ديال البلاصه اللي غادي تصور فيها. وكاينين ثلاثه ديال لي ريغلاج اللي اساسيين وكيسهلوا علينا هاد العمليه، اللي هما لو ديافراغم، الايزو والشاتر. وهاد ثلاثه ديال لي ريغلاج كنسميوهم لو تريونغل ديكسبوزيسيون ولا بالعربيه مثلث التعريض. ندويو على الديافراغم ولا الدياف ولا فتحه العدسه كيف ما سميناها في الفيديو اللي قبل، وقلنا باللي كاينه وسط من العدسه وهي المسؤوله على كميه الضوء اللي كيدخل للكاميرا. كنرمزوا للديافراغم بالحرف اف، وحده هاد الحرف كتكون واحد لا فالور اللي كنسميوها لا فالور دو دياف. وهادو هما لي فالور اللي تقدر تلقى في اي كاميرا، بحيث الا زدنا من فالور صغيره لفالور كبر منها كيطراو ثلاثه ديال الحوايج: كميه الضوء كتنقص بالنصف، فتحه العدسه كتصغار، وعمق الميدان ولا لا بروفوندور دو شون كتكبر. والا زدنا من فالور كبيره لفالور صغر منها كميه الضوء كيتزاد بالضعف، وفتحه العدسه كتكبر، وعمق الميدان ولا لا بروفوندور دو شون كتصغار. وعمق الميدان هو جعل جزء من الصوره ديالك واضح وتخلي العناصر الاخرى من الصوره ما واضحاش، يعني يكونوا فلو. وهذا الشيء كيعني باللي هاد العناصر اللي فلو ما عندهاش واحد الاهميه في الصوره، وباللي الجزء الواضح هو اللي ضاير عليه الفيلم. ندوزو للشاتر ولا سرعه الغالق، وبكل بساطه هو المسؤول على المده اللي كتستغرقها الكاميرا باش تاخذ الصوره، والوحده ديال القياس ديالها هي السكون. وهادو هما المدد اللي تقدر تلقى في اي كاميرا، بحيث الا مشينا من مده زمنيه صغيره لمده زمنيه كبر منها كتزاد كميه الضوء في الصوره بالضعف، وكيصعب علينا ناخذ صور الاشياء المتحركه. والا دزنا من مده زمنيه كبيره لمده زمنيه اللي صغر منها كتنقص كميه الضوء في الصوره بالنصف، وكيسهل علينا ناخذ الصور ديال الاشياء المتحركه. الايزو هو واحد من لي ريغلاج اللي كديباني بيه في الحاله ديالي اللي كنتي كتصور في اضاءه منخفضه، يعني كتكون قاديتي الريغلاج ديال الديافراغم وديال الشاتر والصوره ديالك مازال مظلمه. الايزو كياخذ الصوره اللي ترسمات في الكابتور وكيزيد في الاضاءه ديالها. وهادو هما المقاييس اللي تقدر تلقى ديال الايزو في اي كاميرا، بحيث الا دزنا من رقم صغير رقم كبر منه كتزاد الاضاءه في الصوره بالضعف، ولكن كتزاد معاه واحد الضجيج اللي كنسميهم لي غران، وهما اللي كيطيحوا الكاليتي ديال الصوره. والا دزنا من رقم كبير رقم صغر منه كتنقص الاضاءه في الصوره بالنصف وكيتنقصوا لي غران، وحتى الكاليتي ديال الصوره ديالنا كتكون مزيانه. والا لاحظتي مزيان في لو تريونغل ديكسبوزيسيون غادي تلقى بلي لي تخوا ريغلاج كيتحكموا في الاضاءه ديالنا بنفس الطريقه، يا اما كتزاد الاضاءه بالضعف يا اما كتنقص الاضاءه بالنصف. المهم الى عجبك الفيديو ما تنساش تابونا ودير جيم.